هذا يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. نرجو بيان شيء من معاني هذه الأحاديث. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله. هذا الحديث في مقويات الأخوة الإسلامية، هذه الأمور الستة تقوي الأخوة الإسلامية التي قال الله تعالى فيها: إنما المؤمنون إخوة. فإذا المسلم أدى حقوق هذه الأخوة فإنها تكمل وتؤدي ثمارها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما حث على مقوياتها نهى عن مضعفاتها، فقال: لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تأدى، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يظلمه ولا يظلمه. فهنا مقويات الأخوة، وهناك مضعفات الأخوة. فمقويات الأخوة: الأول، إذا لقيته فسلم عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ ما هو هذا الشيء؟ أفشوا السلام بينكم. وانت الآن تشوف أي واحد يمر عليك ويسلم عليك ترتاح له. صحيح، تطمئن. نعم، تطمئن له. إذا لقيته فسلم عليه. السلام ابتداؤه سنة ورده واجب. السلام، النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل فقال: السلام عليكم، فقال النبي: عشر. فجاء آخر قال: السلام عليكم ورحمة الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عشرون. فجاء آخر وقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثون. فشف يا أخي، كلمة فيها عشر حسنات. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإذا دعاك فأجبه. إذا دعاك، إجابة الدعوة واجبة إذا كانت في الزواج، وفي غير الزواج مستحبة، وهي مما يجبر خاطر المسلم ويقوي الأخوة بينك وبينه. وإذا استنصحك فانصح، إذا طلب منك النصيحة ابذلها له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. فيه عندنا: وإذا دعاك فأجبه. إذا كانت الدعوة قائمة، أما إذا كانت الدعوة جديدة مثل الآن توافي واحد ويقول: تفضل تفضل، هو مشغول أحيانا مجاملة، تفضل ويقول: عسى الله يفكني منها. ذاك واحد من الإخوان طالع رايح لعمله لابس وخالص بيمشي، اي، ومر عليه واحد شاف السلام: يا ابو فلان. قال: تفضل. ولا تفضل، قال: انك تكذب. انت راح لعملك واجلط عندك. بس مجامل، وش هالحس؟ مجامل. وش هالقهوه؟ حتى عيالك بتنقد علينا. لو دخلت القهوه وش رجعه؟ راح يا ابن الحلال بس راح لعملك. فبعض الناس انا عازمهم مو بصادق. فلذلك إذا دعاك لا تجيبه. لا تورطه. لا تورطه. نعم. وإذا عطس فحمد الله فشمته. إذا عطس فحمد الله فشمته، لأن يا إخواني العطاس هذا رحمة من الله. فإذا عطس الإنسان يقول: الحمد لله رب العالمين. أخوه المسلم يقول: يرحمك الله، يرحمك الله. يرد عليه: يهديكم الله ويصلح بالكم. وهذه كلها موجودة في السنة النبوية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإذا مرض فعده. عيادة المريض سنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد من السماء أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. ومن عاد أخاه المسلم فهو في خرفة الله حتى يرجع، في جنة الجنة حتى يرجع.
وأيضا بقي من هذه الأمور الستة، وإذا مات فاتبع جنازته، لأنك إذا تبعته ستدعو له وسيفرح وينبسط عياله وجماعته. الحين عيال الميت لا يزالون يذكرون اللي جاءوا وصلوا على أبوه ومشاركوا في التعزية، لا يزالون يذكرون. أي نعم، ليه؟ لأنهم يعلمون أن شو اسمه أن هؤلاء فعلوا خيرا وأحسنوا. فالإنسان إذا مات صديقه أو قريبه أو جاره من حقه عليه أن يتبع جنازته، يذهب معه إلى المقبرة ويشارك في دفنه ويعزيه ويصلي أولا ثم يتبع جنازته، هذه من السنة. نعم.